جيوش تلتحف السواد وتأكل الأخضر واليابس، ولا تترك أحدا حيا بعد هجومهم. أعدادهم كالرمال لا يهبون شيئا. في البداية لا تنسوا الإعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة الجديدة قناة التاريخ الإسلامي History Islamic على الرابط الظاهر في الإعلان لمساعدتنا في نشر المزيد بإذن الله. ملحمة عين جالوت. بعد أن وصل هولاكو إلى أرض الخلافة العباسية ودخل العاصمة في بغداد، قتل البشر وأحرق الشجر وهدم الحجر، حتى وصل عدد القتلى إلى 800,000. وجعل بغداد خاوية على عروشها اتجه ناحية الشام ليكمل ما بدأه من مجازر. وكانت بلاد الشام تحت حكم بقايا بني أيوب، والذين كانوا بضعة أمراء شغلهم حب المال والجاه، فلم يكونوا ذوي قوة ولا بأس، وكانوا لا يقوون على صد المغول، فمنهم من آثر الحياد ومنهم من قاومهم، مثل حاكم يثرقين الأمير الكامل، ومنهم من خان دينه وشعبه، مثل الناصر يوسف حفيد صلاح الدين الأيوبي. ووسط هؤلاء الرعاع طالب الدنيا جلس الأسد يرتقب في براثنه، إنه المظفر سيف الدين قطز محمود بن ممدود بن خوارزم شاه نائب السلطان والحاكم الفعلي لمصر، لأن الحاكم الحقيقي كان المنصور علي بن عز، لكنه كان طفلا صغيرا لا يفقه شيئا. فعقد قطز اجتماعا طارئا مع مماليكه، وقرر عزل المنصور علي من السلطة على أن يستلم السلطنة ليستعد لقتال المغول، فقد كان سقوط الشام متوقعا وجليا للعيان. لكن اعتراض بعض أمراء المماليك الحاقدين على قطز لطمعهم في عرش مصر، فجمعهم قطز وقال: ما قصدت إلا الاجتماع على قتال العدو، فإن انتصرنا وأظفرنا الله إياهم فالأمر لكم، أقيموا في السلطنة من شئتم. فرضي المماليك بهذا وأجلسوه على سرير الملك، وبدأ قطز الاستعداد لقتال المغول. ولكن كيف سيعد هذا؟ فلا مالا في الخزينة، والوضع الاقتصادي مزرٍ للغاية، ولا دولا عامرة لتتاجر معها. فكان الاقتصاد يواجه حالة ركود شديدة، وكان جل سكان خراسان والعراق ممن ظلوا على قيد الحياة قد هربوا إلى مصر. وهذا ما ذكره هولاكو في رسالة التهديد التي أرسلها لقطز عندما قال: لقد علمنا أن تجار الشام بحريمهم انهزموا إلى مصر، فلا أرضاً تؤويهم ولا سماءً تنجيهم. وهذا يوضح مدى سوء الوضع الاقتصادي. ففكر بعض الأمراء من المماليك بفرض الضرائب على الشعب لتجهيز الجيش، وهذا ما اعترض عليه شيخ الإسلام العز بن عبد السلام أسد الإسلام، أحد فقهائه المعدودين، والذي رفض اقتراح فرض الضرائب طالما أن بيت مال المسلمين ما زال عامر. وقال فتواه الشهيرة: طالما أن بيت المال فيه مال وسروج وآلات، لا يحق فرض الضرائب على عامة الناس، وطالما المماليك والأمراء والوزراء يملكون مالا جزيلا ومجوهرات وآلات وسلاحا وسيوفا مذهبة، لا يحق فرض الضرائب على عامة الناس. فإن أخذ كل هذا وجهز الجيش به ولم يكفه، ففي هذه الحالة فقط يجوز فرض الضرائب بما يساعد في الجيش فقط، ولا يجوز لأي شيء آخر. وهنا يتجلى ورع وتقوى سيف الدين قطز، والذي قبل بالفتوى ولم يحاول الوثوب عليها أو تغييرها. وتتجلى هيبة شيخ العلماء العز بن عبد السلام، حيث أظهر كم هو ثابت في دين الله. وبالفعل طبق سيف الدين قطز الفتوى بحذافيرها، فبدأ بنفسه وتبرع بكل ما يملكه، وتبعه المماليك جميعا فتبرعوا بكل ما يملكون، ومع ذلك لم يكفي المال لتجهيز الجيش. هنا اضطر قطز لفرض الضرائب على الشعب، ولكن حين رأى الشعب صدق نية الأمراء وعاينوهم يتبرعون بكل ما يملكون،
تدافع الناس تدافعا على دفع الضرائب لأول مرة في التاريخ البشري، فتم جمع الضرائب بشكل سريع، وكانت دينارا عن كل شخص في أرض مصر. فجمع بيت المال 600,000 دينار جهز بها الجيش. وأثناء هذه الإعدادات والترتيبات العسكرية والأجواء الرائعة من تكاتف المسلمين ووحدتهم، تصل الأخبار الحزينة إلى بلاد الإسلام، فقد اجتاح المغول ولاية حلب، وسقط حصن المسلمين في الشام، لكن سقوطها كان ممزوجا بالفداء، فقد قرر أميرها التصدي لزحف المغول، ورد على هولاكو حينما أمره بالاستسلام، فقال: ليس لكم عندنا إلا السيف. فانهالت عليه وحشية المغول البهيمية، فأزهقت الأرواح وقطعت الأنسال وقتل معظم سكان حلب. أما الباقون توجهوا إلى دمشق والتي لم يكن لها مناص من المغول، لكن حاكمها الناصر يوسف حفيد صلاح الدين الأيوبي لم يكن له هدف إلا جمع المال والبقاء في الحكم قدر المستطاع، فترك أبناء عمه يقتلون من قبل المغول في ميافرقين وحلب. وحين بلغت قطز هذه الأحداث الحزينة ارتم لها كثيرا وساءه الحال، فبعث حاكم دمشق يطلب النجدة وإغاثة أهل دمشق، فكان رد قطز بالموافقة على الفور، لكن الناصر يوسف ارتاب في سيف الدين قطز وظن أنه قبل مساعدتهم لأنه يريد الاستيلاء على دمشق، وتردد في تنفيذ أي عمل عسكري مشترك. فحاول قطز طمأنته وإفهامه أن نيته سليمة ولا هدف له إلا على أرواح المسلمين، فبعث إليه برسالة مكتوب فيها: إن اخترتني خدمتك وجعلت ما في يدي على ما في يدك على القادم عليك، وإن لم تأمن حضوري سيرت لك العساكر بصحبة من تختار. فهذه الرسالة تدل على صدق نوايا سيف الدين قطز ومدى حماقة الناصر يوسف الذي ضيع من يديه قوة تواجه التتار وتحمي دمشق قبل أن تستباح بيضتها ويذبح أهلها. ولكن الناصر يوسف فضل ترك دمشق دون أي حماية على أن يشاركه في الحكم أي شخص، فجمع أمواله وحاشيته وبعض خواص فرسانه وترك دمشق وهرب باتجاه مدينة غزة، وترك مسلمي دمشق المساكين ليواجهوا مصيرهم المحتوم على يد المغول. وكان هذا هو المصير المظلم الذي لاقاه كل شعب دخل المغول مدينته، فأبيد شعب دمشق الأعزل بدم بارد على يد المغول، ونهبت المدينة وسرقت أموال الناس وانتهكت الأعراض، وفر من بقي على قيد الحياة من دمشق وحلب إلى مصر، ولم يبقى للإسلام دار إلا الديار المصرية. ووسط هذا الذهول والرعب الذي ساد الأمة الإسلامية، تصل رسل هولاكو إلى قطز محملين برسالة تحمل كل أشكال التهديد والوعيد. ولكن العابد المجاهد قطز لا يهاب في الله أحداً، فقد كان عالماً عابداً وفارساً مجاهداً قبل أن يكون أميراً، فلم يعرف الخوف طريقاً إلى قلبه. أمر السلطان سيف الدين قطز بقتل الرسل، ولم يترك سوى واحداً على قيد الحياة لكي يبعثه بالرد إلى المغول. وكان قتل الرسل محرماً في الإسلام، لكن المغول قضوا على نصف العالم الإسلامي ومحو ديموغرافية أراضي المسلمين بالكامل، فالمغول لا يفهمون إلا لغة واحدة، لغة الدماء. فكان أبلغ رداً عليهم هو قتل رسلهم لإيصال رسالة مسطرة بالدماء وإعلان الحرب الشاملة على جموعهم، ليعلمهم سيف الدين قطز أن المسلمين لا يخافون الموت لأن قوتهم في عقيدتهم، فلا تراجع ولا استسلام. وكان وقع ما فعله قطز شديد على المغول، فلم يعهدوا برد مثل هذا إطلاقاً، ومن شدة قلقهم من الرسالة وقتل الرسل أرادوا أن يتيقنوا إن كان قطز يملك الجنود والعتاد أم كان ما فعله مجرد شجاعة حمقاء. فجاءوا بالناصر يوسف بعدما أسروه في غزة وسألوه عن حال الديار المصرية، فكان رد الناصر يوسف أنهم مجرد حفنة من الممالي يثب بعضهم على بعض ليصلوا إلى الحكم، وأن الوضع ليس مستقرا إطلاقا. لكن الناصر يوسف لم يكن يعلم شيئاً أن قطز جهز 50,000 فارساً لقتال المغول، فاطمأن المغول واستعدوا لغزو الأراضي المصرية. وفي وسط هذه المحنة جاءت المنحة الربانية، فيموت الأخ الأكبر لهولاكو، فاضطر هولاكو للرجوع للعاصمة ليشارك في وضع الخان الجديد، وترك فرقة قوية من الجيش مع قائده كتيب غنوين، وكانت هذه الفرقة تزيد عن 20,000 مقاتل.
وعاد هولاكو إلى منغوليا مع 200,000 مقاتل بعد أن كان جيش المغول المعسكر في الشام يقترب من 250,000 مقاتل، تقهقر إلى ما يقرب من 20,000 كقوة رئيسية و10,000 كحاميات متفرقة على المدن التي احتلوها. حين وصلت الأخبار إلى قطز علم أنها فرصة لن تتكرر، فقرر استغلالها. لكن كانت هناك مشكلة استراتيجية، وهي أن المغول سيطروا على كل الشام، ويجب عليه أن يتحرك في طريق آمن لا توجد فيها أي قوات للمغول، حتى تكون معركة فاصلة واحدة ولا تتشتت قواته. ولا يحدث هذا إلا بالمرور من طريق واحد، وهو عبر الأراضي الصليبية. فقد كان الصليبيون يسيطرون على الساحل الشامي، وقد حاول الصليبيون بالفعل التحالف مع المغول، لكن المغول رأوهم دون البشر ولا يستحقون أن يكونوا حتى خداما عندهم، فضلاً عن محالفتهم. فاجتاح المغول مدينة صيدة التي يحكمها الصليبيون، وقتلوا كل سكانها ونهبوا المدينة. فأدرك الصليبيون أنه لا يمكن الوثوق في المغول. وحين طلب قطز المرور من أراضيهم، وافقوا على الفور، بل وعرضوا على قطز أن يقدموا له الدعم ويشاركوه في القتال، لكن قطز شكرهم ورفض عرضهم، وأخذ عليهم أغلظ الأيمان بألا يكونوا له أو عليه. ولما عرف الصليبيون حجم الجيش الإسلامي الذي وصل إلى 50,000، أدركوا أنه من الأفضل عدم معاداة هذا السلطان حتى لا يتوجه لحربهم بعد أن يفرغ من المغول ويأتي على الأراضي الصليبية فيسويها بالأرض. وكان الصليبيون في أسوأ حال في هذا الوقت، ولا يستطيعون مجابهة المماليك على أي حال. ووضع قطز خطة الحرب، وقرر أن يسير نحو غزة ويدمر حامية المغول فيها، ثم يسير بطريق الساحل ويعبر من خلاله الأراضي الصليبية التي أصبحت آمنة بعد الاتفاق، ويصل إلى منتصف أرض الشام. فيتفاجأ المغول بجيش قطز وهو في منتصف الشام. حينها يمكنه اختيار أرض المعركة وأن يفرضها على المغول، فيصل إلى أرض المعركة قبل المغول لتستريح قواته ويعد كميناً محكماً للمغول. فقسم قطز قواته إلى فرقتين، فرقة في المقدمة وبها الفرسان وتتقدم عن الجيش الحقيقي عدة أيام في المسير، والجزء الثاني فيه الجيش الضخم للمماليك. فكانت قوات المقدمة بقيادة أفضل مقاتل في المماليك، وهو بيبرس البندقداري. قيل عنه أنه كان يسحق المغول في معركة عين جالوت بالعشرات وحده. فتحركت المقدمة بقيادة بيبرس نحو غزة، ودخلها المماليك وسحقوا من فيها من المغول، ولم يخرج أحد من المغول حياً إلا بضعة جنود. ففروا إلى مقر المغول الرئيسي في بعلبك، وأخبروا قائد المغول كاتب جنوين بما حدث. وحين سألهم عن عدد المماليك في غزة، قالوا له 4,000 فقط. وهذا أكد كلام الناصر يوسف أن جيش مصر صغير وضعيف للغاية وغارق في المؤامرات. فظن كاتب جنوين أن هذا هو كل الجيش المملوكي الذي أعده قطز، ولكن كان في أثر هذا الجيش جحافلاً من المجاهدين. فأصبحت عيون المغول تتتبع بيبرس وفرقته دون أن تعلم شيئاً عن الجيش الحقيقي للمماليك. لكن بيبرس علم أنهم يتجسسون عليه، فتركهم يتتبعونه ليظنوا أن هذا هو كامل جيش المسلمين. وحين وصل بيبرس إلى سهل عين جالوت عسكر بقواته، فعادت كشافة المغول على الفور إلى مقر كاتب جنوين ليخبروه بأن المسلمين وصلوا إلى عين جالوت. وبعد ابتعاد فرقة الكشافة المغولية عن عين جالوت، وصل جيش المسلمين بأكمله بقيادة قطز، ولم يكن المغول على علم بوجوده أصلا. حينها تحرك كاتب جنوين بجيشه، وكان عدده 20,000 مقاتل، وظن أنهم سيواجهون 4,000 من المماليك بقيادة ببرس نائب السلطان. واعتقد أن قطز أرسل أحد قادته وجلس في مصر لخوفه من مواجهة المغول. فكانت خطة قطز لتضليل المغول واحدة من أكثر الخدع المحكمة التي فعلها المسلمون على مر التاريخ. وأثناء تحضير قطز للمعركة تصله رسالة غاية في الأهمية، وكانت من صارم الدين أيبك، أحد المسلمين التابعين للمغول، أو كما ظن الناس تابع للمغول. فكان مختصر رسالة التي أرسلها صارم إلى قطز أنه نادم على مساعدته للمغول لأنه كان أسيراً عند المغول لا غير،
فكان مقهورا على مساعدتهم. وأخبر قطز في الرسالة بمعلومة مهمة عن المغول، وهي أنه لاكو سحب أغلب الجيش المغولي وعاد إلى العاصمة لينصب الحاكم الجديد، فلم يترك إلا فرقة في الشام، وأن المغول ليسوا بقوتهم المعهودة فلا تهابوهم. وأخبره بأن ميمنة المغول أقوى من ميسرتهم، فنصحه بأن يقوي ميسرة المسلمين لتتمكن من مقاتلة ميمنة المغول القوية. وأعلمه أن الأشرف الأيوبي الذي بايع المغول من قبل ناد من هو الآخر، وأنه أثناء المعركة مع المسلمين ستنهزم قواته داخل المغول ليفتح لهم ثغرة في الجيش المغولي ليضعفها ويكسر عزيمتهم وتماسكهم. ووضع قطز خطة ملائمة لسهل عين جالوت وفق الأخبار التي جاءت إليه، فقد كانت عين جالوت عبارة عن سهل فسيح تحوطه الهضاب من كل الجوانب، ما عدا الجانب الشمالي كان مفتوحا وكان البوابة لسهل عين جالوت. فوضع قطز كامل الجيش المملوكي فوق الهضاب، ووضع فرقة ببرس على بوابة السهل من الجهة الشمالية، ولا يعلم المغول عن وجود هذا الجيش شيئا. وانتظر المسلمون قدوم المغول، وكانت الخطة أن يشتبك ببرس مع جيش المغول ثم يبدأ بالانسحاب والفرار إلى داخل السهل ليطمع المغول بإبادتهم في ذلك السهل المغلق. حينها يهاجم جيش المسلمين المختبئ خلف الهضاب ويحاصر قوات المغول داخل السهل، وبعد إحكام القبضة عليهم يبدأون بسحقهم عن آخرهم. وفي ليلة 24 من رمضان سنة 658 من الهجرة، بات سيف الدين قطز وجيش المسلمين أجمع يقومون الليل في تضرع وخشوع، دعين الله عز وجل أن ينصرهم على الكفار، فكان اليوم الموعود. ففي صباح 25 من رمضان وصلت جحافل المغول بقيادة كاتب جنوين، وحين رأوا أعداد المسلمين الضئيلة التي كانت تحت قيادة ركن الدين ببرس ظنوا أنها معركة يسيرة، فلم يضع أي خطة للحرب، وعلى الفور أمر قواته بالهجوم. وبدأت الملحمة ودارت رحى حرب طاحنة من أهم معارك البشرية جمعاء، والتي كانت أمل البشر بالخلاص من طاعون المغول. وكانت المفاجأة الصاعقة للمغول صمود فرسان المسلمين بقيادة ببرس، حيث استطاعت مقدمة الجيش وحدها صد الهجوم المغولي الكاسح، بل تمكنوا من شل حركة المغول، ذلك أن فرسان المماليك كانوا يتحركون بخفة ورشاقة وسرعة لا يضاهيها فرسان آخرين. وكانت هذه أول فاجعة يفجع بها المغول، حيث اشتهر عن المغول أن فرسانهم هم أسرع فرسان في العالم، ولكن صعقوا بفرسان أسرع منهم وضرباتهم أدق بكثير. وكان الفارس يرمي بالرمح والسهام من على ظهر حصانه فتصيب وجوه المغول وتقسمها نصفين، وكانت هذه تقنية صعبة للغاية لا يتقنها إلا فرسان المغول، لكنهم أصيبوا بذهول والذعر حين رأوا فرسان المماليك يتقنونها أفضل منهم. وبعد وقع الصدمة الشديدة على قائد المغول أمر قواته بالانسحاب على الفور لإعادة تنظيم صفوفهم وبث الحماسة في نفوسهم، فاستعد ببرس وفرسانه لهجوم المغول الجديد، وهجم بقواته هجوما كاسحا وكان أقوى من الهجوم الأول. وبالرغم من الهجوم الشديد الذي قاده المغول كان قطز يتواصل مع ببرس أثناء المعركة عن طريق الطبول، فأعطاه أمرا ببداية الانسحاب إلى داخل السهل واستدراج قوات المغول خلفه، فبدأ ببرس بالانسحاب تدريجيا أمام المغول، وانسابت قوات المغول بالكامل داخل سهل عين جالو. وعلى الفور أرسل قطز فرقة قوية من الفرسان لإغلاق مدخل السهل، وأعطى الأوامر للجيش المتمركز فوق الهضاب بالهجوم الشامل على المغول. وحوصر المغول من كل الجهات ووقعوا في الفخ كما يقع الفأر في المسيدة. وحين أدرك القائد الذي وقع فيه أصبح يقاتل كالمجنون هو ورجاله من أجل فك الحصار والنجاة بحياتهم. وانصدم المغول من أعداد جيش المماليك الذي تضاعف 3 مرات في لمح البصر، واشتد وطيس المعركة وكان عصيبا على المغول.
وفي خضم هذه المعركة المريرة يحدث ما أخبر به صارم الدين أيبك عن قوة ميسرة جيش المغول، فتجمعت أعداد هائلة مع ميسرة المغول وبدأت في هجوم كاسح على ميمنة المسلمين، فتراجعت الميمنة من زخم الهجوم الهائل حتى أصبح تشكيل الميمنة على هيئة هلال بسبب توغل قوات المغول داخل صفوفهم، وبات انتصار المسلمين على المحك. وحين رأى سيف الدين قطز الانهزام الخطير في الميمنة، تحرك مع مجموعة من الفرسان ليدعمها، وطرح خذته أرضاً وانطلق ليشارك في المعركة بنفسه وهو يصرخ: وإسلاماه وإسلاماه، يا عزيز يا حكيم، انصر عبدك قطز على أعداء الدين. وانطلق قطز يقاتل قتالاً لم يرى مثله قط، فاشتعلت حمية ميمنة المسلمين من جديد، وحملوا حملة قوية على أرتال المغول، فتقهقرت على أثرها ميسرتهم. وبدأ المجاهدون من المماليك بذبح المغول ذبح المعاد، وتوقف هجوم الميسرة بفضل الله، واستطاع المسلمون صد هذا الهجوم الكاسح، وأدرك قطز أن هذا آخر رمق للمغول، فإن تم صد هذا الهجوم سينكسر المغول ويبادون عن آخرهم. فأعطى أمره إلى كل قوات الاحتياط الموجودة في جيش المسلمين بالتوجه إلى قوات الميمنة للتصدي لميسرة المغول، وبدأت ميسرة المغول بالتراجع، واستعاد المسلمون زمام الحرب من جديد، فبدأوا بهجوم شامل على الكفار. وفي خضم هذه الحرب الطاحنة خرج فارس ملثم الوجه ولا يرى منه إلا عيناه سقاوتان، وهو جمال الدين أقش، رجل من أمهر فرسان المماليك في تاريخهم أجمع، فأخذ يراقب فارسا من فرسان المغول ليقطف رأسه. ولما حانت الفرصة المناسبة انطلق كالسهم الخارق نحو قائد قوات المغول ليفتك به، فضربه بسيفه ضربة أطاحت بيده في الهواء وهي قابضة على السيف، فصرخ كتيب جانوين في حراسه لكي يحموه من القتل، لكن جمال الدين أصابه برمح في منتصف عنقه فخر صريعا على الرمال. واستمر جمال الدين صامدا في وجه المغول، فأخذ يفتك بحراس القائد المقتول وأرداهم صرعا واحدا تلو الآخر في مشهد لا مثيل له من الشجاعة والإقدام. فوقف المغول في حالة ذهول وصدمة، كيف لرجل واحد أن يذبح قائدهم وحرسه الأشداء، والمعروف أنهم من أفضل الفرسان في جيش المغول، وبعدما عاينوا الجلد وبأس المسلمين وقوتهم وشجاعتهم في القتال أدركوا أنه لا فرصة لهم إطلاقاً، وبدأ المغول بهروب عشوائي كبير. ولكن إلى أين المناص؟ فقد أغلق قطز ممر عين جالوت بفرقة قوية تنتظر الهاربين بالسهام في أعينهم، فلم يستطع الهرب من معركة عين جالوت إلا بضع عشرات من جنود المغول الذين استطاعوا فتح ثغرة بسيطة في هذا الحصار المرير. وأصدر المظفر قطز أمره الأخير بذبح كل جنود المغول في عين جالوت، فبدأ المسلمون بجز رقابهم وحجز أعناقهم واحدا تلو الآخر، فهلكوا جميعا وتلطخت عين جالوت بدمائهم. بعد ذلك أرسل قطز قائده ببرس بفرقته القوية لكي يخلص باقي مدن الشام من المغول، فكان المغول عندما يروا راية المماليك يهربون على الفور دون أي تردد، وتنتهي معركة عين جالوت بانتصار ساحق للمسلمين وهزيمة هي الأقوى للمغول، إذ لم يهزم المغول منذ بداية إمبراطوريتهم حتى يوم عين جالوت هزيمة مثلها قط. وحين علم المسلمون الذين يرزحون تحت أسر المغول بانتصار المماليك وسحق أرتال المغول نفضوا عن رؤوسهم الغبار ودبت الروح في أنفسهم وأصبحوا لا يهابون المغول، فقامت كل المدن بعمل ثورات ووثبوا على حاميات المغول فأبادوها، وهرب المغول مذعورين إلى أرض العراق، وعادت الشام موحدة مع مصر من جديد، وعاد الإسلام بدرعه وسيفه البتار يقطع كل أعداء الدين، وصار للمسلمين حصن شديد يسمى بسلطنة المماليك في بلاد الشام وديار مصر. هنا انتهى تهديد المغول بعد هذه المعركة التي أبادتهم بفضل إيمان هذا القائد المسلم البطل المظفر سيف الدين قطز محمود بن ممدود بن خوارزم شاه. هذه قناة المعارك العظيمة التي غيرت وجه التاريخ
والقادة الفاتحين الذين كافحوا من أجل إحلال العدل والضرب على يد الظالمين. فإذا أعجبك الفيديو فقط قم بعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس، وأخبرنا في التعليقات أي المعارك تريد أن نقدم لك. نراكم في فتح جديد في أمان الله.